فضل سوره الفاتحه. سوره الفاتحه هي اعظم سوره في القران الكريم وهي السبع المثاني والقران العظيم ويعود ذلك لما اشتملت عليه من المعاني العظيمه التي يرجع اليها القران كله. وهي من الصور المكيه وقد جاء فضلها في قوله تعالى ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم. وتأتي اهميتها من معانيها ففيها الثناء على الله سبحانه وتعالى وبيان صفاته العظيمه التي ترجع اليها جميع الصفات، وفيها بيان حق الله سبحانه وتعالى على عباده ان يعبدوه في قوله اياك نعبد واياك نستعين، وفيها ارشاده لهم سبحانه في ان يطلبوا منه هدايتهم في قوله اهدنا الصراط المستقيم، لان هدايتهم تعينهم على القيام بسبب خلقهم وهو عباده الله عز وجل. سورة الفاتحة هي أول سورة في القرآن الكريم ومما يميزها أنها تناولت العديد من الموضوعات الأساسية في العقيدة والعبادة والتشريع والإيمان باليوم الآخر. والإيمان بالأسماء والصفات وطلب العون من الله سبحانه وتعالى ودعائه وطلب الهداية منه إلى الصراط المستقيم والدين القويم، وإتباع طريق الصالحين وتجنب طريق الضالين والمغضوبين عليهم، ولقد ذكر الإمام القرطبي رحمه الله: لسورة الفاتحة 12 اسما هي الصلاة سورة الحمد فاتحة الكتاب أم الكتاب أم القرآن أم المثاني القرآن العظيم الشفاء الرقية الأساس الوافية الكافية وقال السيوطي في الإتقان وقد وقفت لها على نيف وعشرين اسما وذلك يدل على شرفها فإن كثرة الأسماء دالة على شرف المسمى وقد بين العلماء أسباب تسمية سورة الفاتحة بهذه الأسماء وبيان ذلك فيما يلي فاتحة الكتاب سميت سورة الفاتحة باسم بهذا الاسم لأن القرآن الكريم يفتتح بكتابها وهي فاتحة لما يتلوها من صور القرآن في الكتابة والقراءة والتعليم والصلاة وقيل إنها سميت بذلك لأنها أول سورة نزلت وقيل لأنها أول سورة كتبت في اللوح المحفوظ تسمى أيضا بالوافية سميت سورة الفاتحة بالوافية لأنها وافية بما في القرآن الكريم من معاني والذي كان يطلق عليها هذا الاسم هو سفيان بن عيينة تسمى أيضا بالصورة الكافية سميت صورة الفاتحة بهذا الاسم لأنها تكفي في الصلاة عن غيرها ولا يكفى عنها غيرها سميت بالأساس سميت صورة الفاتحة بهذا الاسم لأنها أصل القرآن الكريم ولأنها أول صورة فيه وسميت أيضا صورة الفاتحة بالقرآن الكريم سميت بهذا الاسم لأنها تحتوي على جميع المعاني التي يشتمل عليها القرآن الكريم كما سميت أيضا بأم الكتاب ويوجد في إطلاق هذا الاسم على سورة الفاتحة خلاف بين العلماء على النحو التالي ذهب جمهور العلماء إلى جواز إطلاق اسم أم الكتاب على سورة الفاتحة كره أنس والحسن وابن سيرين إطلاق اسم أم الكتاب على سورة الفاتحة فقال أنس وابن سيرين إن أم الكتاب هو اسم للوح المحفوظ وقال الحسن إن أم الكتاب المقصود فيها آيات الحلال والحرام تسمى أيضا سورة الفاتحة بأم القرآن يوجد في إطلاق هذا الاسم على سورة الفاتحة خلاف بين العلماء على النحو السابق فقد جوزه جمهور العلماء وكرهه أنس وابن سيرين والصحيح ان الاحاديث الصحيحه الثابته ترد القول بان ام الكتاب وام القران ليس من اسماء الفاتحه ومنها قوله صلى الله عليه وسلم الحمد لله ام القران وام الكتاب والسبع المثاني وقد ذكر بعض العلماء سبب تسميتها وقد ذكر بعض العلماء سبب تسميتها بأم الكتاب فقيل لأن المصحف يبتدئ بكتابتها وقيل لأنه يبدأ بقراءتها في الصلاة وقيل إنها سميت أم القرآن لأنها أول القرآن ولأنها متضمنة لكل علومه ولذلك سميت مكة أم القرى لأنها أول الأرض وتسمى الأم أما لأنها أصل النسل من الأول إلى الآخر تسمى أيضا بصورة الصلاة سميت سورة الفاتحة بهذا الاسم لقوله تعالى في الحديث القدسي إني قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين تسمى كذلك سورة الفاتحة بسورة الحمد سميت بهذا الاسم لأن فيها ذكر الحمد كما يقال في سورة الأعراف وسورة الأنفال الرقية دليل ذلك إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي رقى بها سيد الحي ما هو سبب تسميتها بالسبع المثاني؟ إن من أسماء سورة الفاتحة السبع المثاني لقوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني. وفي سبب تسميتها بالمثاني عدة وجوه منها ما يأتي. سميت مثاني لأنها مثنى، بمعنى أنها تقسم إلى نصفين اثنين، النصف الأول هو ثناء العبد للرب، والنصف الثاني هو عطاء الرب للعبد. سميت مثاني لأنها تثني في كل صلاة. تثنى في كل صلاة وسميت مثاني لأنها مستثنات من سائر الكتب السماوية السابقة فلم ينزل الله سبحانه وتعالى مثلها لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور سميت مثاني لأنها سبع آيات كل آية تعدل قراءتها قراءة سبع من القرآن فمن قرأ الفاتحة أعطاه الله ثواب من قرأ كل القرآن وقيل إن آياتها سبع وأبواب النار سبعة فمن قرأها غلقت عنه ابواب النار السبعه. سميت مثان لانها تقرا في الصلاه ثم انها تثنى بصوره اخرى. سميت مثان لانها تثنيه على الله سبحانه وتعالى وفيها مدائح له. سميت مثان لان الله انزلها مرتين. ولكي نختم نتعرف معا عن اهميه سوره الفاتحه. جعل الله سبحانه وتعالى سوره الفاتحه رقيه وشفاء لعباده وهي ام القران، لذلك يجب على المؤمن ان يتدبرها فهو يقراها في اليوم سبعة عشر مره في الفرائض غير قراءتها بالنوافل. فحري به ان يتنبه لمعناها العظيم ويطبق ما جاء فيها من ان العباده لله وحده وان الاستعانه به وحده وطلب الهدايه منه وحده مع الثناء عليه سبحانه والإيمان بأنه الرحمن الرحيم وبأنه الإله الحق وبأنه رب العالمين وبأنه مالك يوم الدين فهي صورة جامعة لكل شيء ودليل عظمتها ما رواه سعيد بن المعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال له ألا أعلمك أعظم صورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج، قلت: يا رسول الله، إنك قلت: لأعلمنك أعظم سورة من القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته.